المشكله ان العماره دي لما بنت جنبنا حصلت تمريرات بسيطه في البيت، قالوا هنرممها. فوجئنا مره واحده من قيمه اسبوع ان العماره راحت مايله وراحت واخده البيت كله كده. جبنا بتوع الحي، بلغنا الحي وبلغنا المحافظه، كل اللي يجوا يقول ما تقعدوش في البيت بس. محدش يقعد في البيت ومحدش يقعد يخش البيت. بقى لنا دلوقتي من يوم الاربعاء والخميس والجمعه والسبت والحد النهارده قاعدين في الشارع بالعيال، لا حد راح مدرسه ولا راح جامعات ولا حد عارف يروح شغله. ومحدش سائل فينا خالص، عايزين نروح العيال دي تروح فين؟ هنقعد في حته مفيش حد معانا معاه فلوس ناخد شقه بره. ولا حد له اي مأوى تاني غير هنا. طب 12 شقه في كده، 12 اسره في كده. العماره التانيه دي اتبنت من امتى؟ اتبنت بقى لها دلوقتي داخله في 8 شهور. طيب واخده تصاريحها تمام؟ ما نعرفش، ده ما شفناش، ده مش شغلتنا، ما نعرفهاش والله. اللي جم بتوع الحي في اللي يقول لك لا ده طلع لها امر ازاله، وفي اللي بيقول لك لا ده جاي لها ازاله 3 ادوار. ما نعرفش كلام مين صح وكلام مين غلط. طب انتوا وصلتوا لحد فين لحد دلوقتي؟ احنا وصلنا لحد دلوقتي لان في واحد كان جاي من المحافظه دلوقتي وانا هروح اجيب لكم الهيئه وجاي، ساعة ما كنت حضرتك بتكلميني. وقاعدين في الشارع. طب قالوا لكم ايه من الناس اللي جم من الحي؟ قالوا احنا هنروح نجيب لكم اللجنه ونيجي اللجنه هي اللي هتقرر البيت يتزال او تقعدوا فين. لكن مفيش اي قرار؟ مفيش اي قرار اتخذ لحد دلوقتي خالص. طب انتوا ال3 ايام مقضيينها فين؟ في الشارع. بالعيال كده في الشارع. العيال يطلع يخش الحمام وينزل غصب عننا، هنعمل فين يعني؟ قاعدين في الشارع بعيالنا، كلنا كده قاعدين في الشارع بعيالنا. انا عندي بنت في جامعه كليه حقوق، انزلي شوفيها، لو رحت دلوقتي هتلاقي لها محاضره شغاله، ما راحتش. ابني في كل جامعه كليه تجاره نفس الحكايه، عيال في ثالثه اعدادي، اي 5 عيال في البيت ولا واحد فيهم ايه؟ راح مدرسه ولا دروس. طب ناويين لو يعني لو فضل الوضع كده هنصعد الوضع لحد اخر لحظه، هنروح هناك عند وزير الاداري بتاع الاداريه ديت ونروح نقعد عنده هناك، نروح عند المحافظه يقعدنا هناك، يحل لنا مشكله. ان احنا ساعه ما جوا يشتغلوا هنا قلنا لهم طلعوا بره 40 سم، قلنا لهم ليه تطلع 40 سم؟ قال احنا كده قوه سلاح اللي يتكلم من الموجود. هم هددوك بالسلاح؟ هددونا بالسلاح. طلعت العماره لفوق، جابوا شويه الطوب دول هم عشان يرمموا العماره دول. شوية الطوب دول عشان يرموا العمارة هتقع بشوية الطوب. وكلهم كل اللي يتكلم التهديد، احنا اللي معانا الفلوس وان اللي يموت ندفعه ثمن. يعني اللي يموت ندفع ثمن. يعني عاوزين يموتوا الناس كلها عشان يدفعوا فلوسهم. يعني مفيش حاجة أكتر من كده. طبعا السكان دي تروح فين؟ تمشي هتروح فين السكان دي؟ كل واحد ساكن عاوز شقه. طبعا انا اكل عيشي من البيت ده، اخش لي منه 1000 جنيه ولا 1500 جنيه معاش، لا انا معايا معاش ولا معايا اي حاجه. كده اتبنى والبيت عمال يريح، وكل ما نيجي نتكلم يقعدوا يقولوا ده تريح مباني وما تخافوش وهنعمل كل حاجه لما نخلص. طب قول لي بدايه الاجراءات اخذتوها ازاي؟ بدايه الاجراءات من اول ما لقينا الدنيا خلاص عماله الشروخ عماله تعمل في البيت والرمل بقى عمال يقع، رحنا عملنا محضر يوم الخميس في اسم جولان. وعملنا المحضر وقالوا لنا اطلعوا بيه دلوقتي حالا على الحي. رحنا للحي وسلمنا المحضر، قالوا لي تعالى اسال يوم الاحد. قلنا لهم يوم الاحد مش هينفع، الناس جه الصبح وقالوا الدنيا هتتطربق كده النهارده، لازم حد يطلع معانا دلوقتي يعاين. طلعوا معايا فني وجه معانا، والفني طلع وصور الدنيا كلها وطلع في الدور السادس، قال ما حدش يبات في الدور ده النهارده ولا البيت كله، الدور ده يتفلي دلوقتي حالا والسكان كلها تنزل في الشارع تبات بره في اي حته لحد بكره اما نجيب المهندس بتاع كليه الهندسه. بكره ده كان اللي هو الجمعه، قال اقصى حاجه لو ما جاش بكره هنجيبه ونجيب لكم يوم السبت. قعدنا الجمعه في الشارع ومحدش سأل فينا، جينا يوم السبت رحنا الحي زي ما هم قالوا، ولا لقيت المهندس اللي جه عمل معانا المعاينه وعمل التقرير ما لقيناهوش، قالوا لنا ده كاتب اجازه النهارده ومش جاي. طب عايزين نقابل رئيس الحي، ما لقيناش رئيس الحي. طب نعمل ايه؟ اتصلوا بالعمليات وعمالين يكلموا في الباشمهندس ومحدش بيرد عليهم، رحنا طالعين كلنا على المحافظه. طلعنا على المحافظه وعملنا بلاغ للنائب، في نائب المحافظ والسكان وصاحب البيت وكلنا رحنا مقدمين شكوى في المحافظه، وطلعوا معايا مهندس من المحافظه جه وراح طلع معانا وعمل نفس التقرير وصوره بالموبايل وكتب التقرير في الورق، وقال بكره اللي هو النهارده ان شاء الله هنجيب بتاع كليه الهندسه عشان يجي يكتب التقرير النهائي يقول اذا كنا هنعرف ننزل حاجتنا ولا اذا كنا هنبات واذا كان يترمم ولا ايه اللي هيتم. ودلوقتي هي الساعه 12 ولحد دلوقتي محدش عبره. يلا ماليش مأوى غير الشقه دي. انا جوزي كان شغال سواق على ونش وجات له جلطه، قاعد على البيبي عاشه دلوقتي، انا بدفع 230 جنيه شهر بدفع و10 لا، صاحب البيت وراك يقول لك الكلام ده لاني مش قادره ادفع الايجار، وعندي ثانويه عامه واعداديه 4 عيال معايا في البيت، اما انا اقعد في الشارع دلوقتي هعيش ازاي؟ اجيب شقه منين؟ ولما تيجي تكلمي اي حد يقول لك مفيش، مش عارفين لك حل، صاحب البيت بيقول لك انا معايا فلوس اجروا في اي حته وانا هرش ما عندوش مشكله. طب احنا بقى مين هيبص لنا؟ قعدتنا في الشارع ورميتنا في الشارع احنا واولادنا، ابني هنا وبنتي هنا والصغير معايا واللي بياخد علاج وعنده جلطه وانا، طب هنعمل ايه؟ تروح الحي تجري في الحي ما بتلاقيش الكلام بيتقال، يجوا هو يروح يرش الرشه يجوا هابطين، تروح المحافظه ناس تيجي وناس ما تجيش، من يوم الاربع البيت ده لو وقع علينا دلوقتي احنا مالناش حق. طب مين هيجيب لنا حقنا؟ انا وغيري، البيت كله نفس الكلام على فكره، احنا كلنا قانون قديم مفيش حد فينا ساكن جديد، وكلنا عارفين ظروف بعض، حلنا احنا ايه؟ يعني مين هيدينا يقول لنا هنمشي او مش هنمشي؟